رجعنا لكم بعد الفاصل في ضيافة أسيا لسه مستمرة، وآخر فقرة معانا في حلقة السمبوسة هنعمل حشوة جديدة برضو للسمبوسة، هتبقى بالرز وطعمها حلو قوي، اسمها سمبوسة الرز الحارة، هيبقى فيها لحمة مفرومة عشان الناس اللي بيحبوا اللحمة المفرومة ما يزعلوش. دي برضو وصفة حلوة جدا ممكن نتخلص منها من بواقي الرز البايت، وكمان هندخل فيها الهريسة واللي هي الصوص الحار المغربي، وده بقى متاح في كل المحلات وسعره سعر المايونيز والمستردة والتباسكو وكل الحاجات دي. الحلو في السمبوسة دي ان احنا بنعملها بالزبدة عشان خاطر الرز بنبقى عايزين نديله نكهة حلوة. هاخد البصل عندي هنا شوية او بصلة مفرومة، وعندي يعني الحلو في السمبوسة دي ما باخدش كمية كتير من اللحمة، يعني عايزة شوية بس. لاحظوا ان الحشوات اللي انا بعملها دي بتعمل كمية يعني تقريبا من 50 لـ60 حبة من السمبوسة، فبتاخدنا فترة طويلة. يعني انا تعمدت اعمل حلقة زي كده لانه عارفة انه في ناس لسه بتحب تعمل السمبوسة وتفرزها تكفيها لاخر رمضان، وقلنا ان العجينه سواء العجينه اللي عملناها بمكنه المكرونه وقطعناها شرايح دي بتبقى يعني قابله للتفريز ما فيهاش اي مشاكل، اما الثانيه اللي احنا فردناها بالنشابه قلنا ان احنا ممكن نحشي السمبوسه ونظبطها وكل حاجه وندخلها بقى على شكل قطع في صينيه للفريزر، نخليها لحد ما تجمد وبعدين نحط القطع على بعض في كيس بتاع السمبوسه. احنا اتكلمنا قبل كده في طعم رمضان السنه اللي فاتت اللي هي الفقرات الصغيره، ازاي نفرز السمبوسه، ازاي نعمل كذا حاجه، فدي برضو حركه من حركات التفريز. بعد ما شوحت اللحمه هروح احط عليها الملح بتاعها، هحط كمان فلفل اسود، هحط شويه بابريكا، اقلب الحاجات دي مع بعض. وعندي هنا بسله مجمده، بسله مجمده بتمشي كويس قوي مع الرز ده. ليه بنستخدم المجمده؟ عشان خاطر تستوي معانا بسرعه. هحتاج كمان زيتون مفروم سواء الاسود او الاخضر، الاثنين حلوين بس الاسود بيدي لون حلو كده ما بيضيعش وسط البسله. هحتاج الهريسه، عندي معلقتين كبار من الهريسه او حسب الرغبة، انا في ناس بتحب السمبوسة تكون حراقة والهريسة الحرقان بتاعها او اللسعان بتاعها ما هواش قوي قوي زي التباسكو او الهوت صوص. هقلب المكونات دي مع بعض، هرجع بقى اجيب الرز، عندي رز بايت، قلنا انه حلو جدا السمبوسة دي نوضف فيها الرز البايت، بنعيد نحيه من جديد اهو بالشكل ده. واخر حاجة ممكن اضيفها هي البقدونس المفروم. تمام كده، اقلب المكونات دي مع بعض، اهم حاجه بس عندي كل حاجه تندمج والنكهات يندمجوا مع بعض، ودي فرصه هايله ان احنا نستخدم الرز البايت. طيب دلوقتي هنعمل السمبوسه العاديه، ما احناش هنعملها بانيه ولا اي حاجه، قلت انا اعمل النوع ده كمان عشان ما فيش حد يقول لي اصل ما عجبتنيش، اصل ما استطعمتهاش قوي، اصل غلبتني، ما كانش عندي وقت، فنعمل كده وكده ارضاء لجميع الاذواق. فهحتاج خليط الدقيق والميه اللي بنلزق بيه السمبوسه على طول جنبنا هنا، وهحتاج الفرشه والورق بتاعي اللي انا عملته في البيت، هحط بقى شويه من خليط الرز واحط بقى شويه من الخليط بتاع الدقيق ده عشان اقفل بيه كويس،
والف السمبوسه بتاعتي. تمام، وابتدي اظبط الجناب اهو، احط هنا على جنب عشان اقلي مره واحده، عشان لو دخلت واحده واحده للزيت مش هخلص، هتتحرق بسرعه. كده الحشوة، وانتوا بقى والمكونات اللي عندكم في المطبخ. انا بحب افتكس مكوناتي او وصفاتي وحشواتي للسمبوسة حسب المتاح عندي، حسب الجو، حسب ولادي بيحبوا ايه، جوزي بيحب ايه، حماتي بتحب ايه، الناس اللي انا عازماهم عايزة اكلهم ايه. يعني الحشوات دي حاجة ترجع لكم، بس حاولوا تبعدوا عن التقليدي وحاولوا تاخدوا يعني الريسك شوية، او تاخدكم المغامرة شوية كده وتبتكروا حاجات خاصة بيكوا. يعني الحشوات دي كلها يعني افتكستها، قلت طالما بناكل البيتزا كده زي بيتزا نفسها، ليه ما نعملهاش كحشوة؟ طالما بناكل بطاطا حارة، ليه ما نعملهاش حشوة؟ وهي ماشية كده لحد ما وصلت. الا طبعا السمبوسة الكرانشي دي تخصص حبيبتي هتون. انا الزيت والحاجات دي بتعمل لي شويه حساسيه، فحاسه نفسي حضيعه وسط الروائح دي كلها. تمام، دي انا حاسه ان انا تخنتها شويه، ممكن اخد دي. ساعات بلاقي نفسي ما فردتش او المكنه ما فردتش معايا كويس، يعني حاولوا على قد ما تقدروا ترققوا، اهم حاجه ان انتوا تشوفوا صوابعكم تحت العجينه، ده المهم. هحشي كده وامشي. طيب هحطهم بقى دلوقتي يتقلوا في الزيت، وانا كنت فاكرة ان انا مولعة عليه، طلع ان انا مش مولعة عليه، فنخليه يسخن شوية. نعمل واحدة تانية، دي بيبقى طعمها رائع جدا عشان الهريسة بتدي للرز طعم حلو قوي، بيبقى مظبوط. كده تمام، طيب اغسل ايديا خلوني انشف ايديا بس، لانه ساعات ما بننشفش ايدينا وبنعدي ناحيه الزيت بلاوي بتحصل. هنقل بقى الحشوه دي لهنا عشان اخد العين الكبيره اشتغل عليها الزيت عشان يسخن بسرعه. دي هحطها كده، خلاص هقفل عليها. هبتدي بقى بعد ما الزيت سخن احط بقى السمبوسه بتاعتي تتقلي. خلوني اظبط دي بس، حافظوا دايما على الشكل بتاع السمبوسه لانه مهم جدا. كده افكركم انه حلقه النهارده كانت مخصصه للسمبوسه البيتي، عملنا عجينه او رقائق السمبوسه اللي بتتباع بره، وقلنا ازاي بنعملهم بسهوله جدا. العجينه عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، 3 معالق كبيره من الزيت النباتي، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، وبيتعجنوا بالميه، يعني ما هيش دافيه، ميه عاديه حتى ما هيش دافيه. وبعد كده بعد ما بنحصل على عجينة طرية جدا، بناخدها نقطعها كور صغيرة ونبتدي نفردها في المكنة بتاعة المكرونة. قلنا بنفرد الأول على تخين على درجة 2، بعد كده بنبتدي نفك أو يعني نفتح المكنة بتاعة المكرونة، نفرد على 3، وأقصى حاجة ممكن نوصل لها هي 4، لكن لما نوصل لـ4 ندي كذا لفة ورا بعض، يعني 4 3 لفات كده مع بعض عشان العجينة نبتدي نشوف صوابعنا من وراها.
في حالة مش موجودة مكنة المكرونة سهل جدا ممكن نعمل الحركة دي بالنشابة، بس هنحتاج شوية مجهود ونرش دقيق كتير. بعد ما بنطلع السمبوسة طويلة بالشكل ده بنبتدي نقطعها على شكل شرايح متساوية كده، يعني حتى مش ضروري ممكن تعملوا الرفيع ممكن تعملوا الكبير على حسب السمبوسة عايزين تعملوها شكلها ازاي. وبعد كده بتروحوا محضرين بقى الحشوات. قبل ما موضوع الحشوات ده عشان نحفظها في التلاجة الشرايط دي بنروح حاطينها على صاج فرن مدهون بالزيت، يستحسن تقلبوه عشان ما يعذبكوش الحواف. وبعد كده تدخلوها في فرن ساخن مدة دقيقتين. بعد الدقيقتين دول تروحوا مخرجينها وقلبينها تاني ومدخلينها دقيقتين تانيين. بعدين بتخرجوها وهي لسه طرية تسيبوها شوية في الهواء فبتنشف سنة بسيطة لانه الزيت ما بيخليهاش تنشف زي الرقاق، فبيبقى ده شكلها. ممكن تحطوهم فوق بعض بس تفصلوا بينهم بالدقيق وتلفوهم كويس قوي وتدخلوهم الفريزر، وبكده تكونوا عملتوا عجينة السمبوسة بكل سهولة. انا طبعا الحشوات عملت اقتراحات كتير للحشوات، اتكلمنا على السمبوسة الكرانشي اللي هي زي الباني بتدخل في البيض وبتتعدي في البقسومات، مش البقسومات سوري، في الكورن فليكس على اساس بيديها قرمشة حلوة. واتكلمنا على الحشوات اللي ما فيهمش لحوم، حشوات كده سهلة وسريعة ممكن تتعمل بالبواقي بتاعت التلاجة. الحلقة هتلاقوها متاحة على قناة ست البيت او موقع قناة ست البيت، وفي اعادة للحلقة بالليل. كل الوصفات بتنزل على الموقع، بتنزل على صفحة القناة، بتنزل على الصفحة الرسمية لأسيا عثمان. لو في اي حاجة بعتولي، لو عايزين اي استفسار، لو حابين ان احنا نشتغل مع بعض على حشوات جديدة وينط، يعني مش مشكلة نشتغلهم سوا مع بعض. الحلقات الرمضانية لسه مستمرة، في مفاجآت كتير مخبيينهم. يا ترى الأيام اللي جاية مخبيلنا ايه؟ ده اللي هنعرفه في ضيافة آسيا.